أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن قلقاً عاماً أصاب العالم الإسلامي، قلق على أرزاقهم، وقلق على ثرواتهم، وقلق على أمنهم، وقلق على وجودهم. القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث إلى النجاح، لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والسوداوية والتشاؤم والشقاء. لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه، فيقع في قلق أشد ويقع في مصيبة أكبر. هذا شأن النعامة، تغمس رأسها في الرمل وتتجاهل الأخطار المحدقة بها. هناك من لا يقلق وهو ساذج، وهناك من يقلق وهو مبالغ، فالمبالغة في القلق تدمر الحياة النفسية، وترك القلق كليا سذاجة وبلاهة ما بعدها بلاها. أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق ألا تكلف نفسك فوق ما تستطيع، لا على مستواك الشخصي ولا على مستوى الأمة. فالذين يحملون أنفسهم هموماً أكبر من إمكانياتهم وطاقاتهم وأكبر مما خصهم الله بها من قدرات، إنهم يدمرون أنفسهم. أيها الإخوة، كطرفة يروى أن أعرابياً كانت عنده أمة، فقيل له: هل تتمنى أن تذهب هذه الأمة وأن تكون خليفة المسلمين؟ قال: لا، لا والله. قيل له: لما؟ قال: أخشى أن تذهب الأمة ولا أكون خليفة المسلمين. عندك شيء حافظ عليه، ليس هناك من إنسان إلا وعنده قدر من النجاح ينبغي أن يلتفت إليه. ثانياً أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق انظر إلى واقعك بعين الرضا، ارضى عن الله. يقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما أقامك، في كل ما أقامك، في كل الحظوظ التي منحك إياها. ارضى عن الله في واقعك، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارض به. رجل يطوف حول الكعبة يدعو ويقول: يا رب هل أنت راض عني؟ فكان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله عز وجل. اقبل واقعك، اقبل إمكاناتك، اقبل من حولك، هؤلاء قدرك. الرضا يسبب السعادة ويبعد القلق. أيها الإخوة الكرام، لا تقسوا على أنفسكم، إن لنفسك عليك حقا، لا تحملها فوق ما تطيق. لا يعني أن تستسلم ولا يعني أن تكون شقيا، هذا مما يدفع القلق، لكن هذا لا يمنع أن تكون طموحا. من أروع ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال: إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما بلغتها، تاقت إلى الخلافة فلما بلغتها، تاقت إلى الجنة. مرة ثانية أيها الإخوة، ما منا واحد
إلا وقد حقق قدرا من النجاح. هذا القدر من النجاح ينبغي أن يشكر الله عليه، ينبغي أن يستوعبه، ينبغي أن يستمتع به، ينبغي أن يحمده، يحمد الذي أعطاه هذا النجاح. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي أكثر منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كنت قد اهتديت إلى الله، قد طبقت شرع الله عز وجل، أنت على عقيدة سليمة، فهذه نعمة عظمى يفتقر إليها معظم المسلمين في البلاد. من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس، فالله عز وجل فضله واسع وعميم. فالزوجة التي ترى أختها لها زوج غني ينبغي ألا تحقد عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المطلقة إذا قابلت زوجة سعيدة ينبغي ألا تحقد عليها، فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء. البنت التي خطبت أختها ولم تخطب ينبغي ألا تحقد عليها، الحقد والحسد من علامات ضعف الإيمان. شيء آخر، لا تعش الماضي أبدا، ما مضى فات. الندم على الماضي والحديث عن الماضي وما فاتك فيه من فرص، هذه كلها متاعب لا تقدم ولا تؤخر. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يروى أن ابن حزم رحمه الله تعالى نظر إلى الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم، فقال: رأيتهم قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد، هو أنهم جميعا على مطلب واحد يتعلق بمدافعة الهموم وإزالتها عن نفوسهم. أنا أعبر عن هذه الفكرة بالعبارة التالية: من 6,000,000,000 في بني البشر، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة. هذا مطلب ثابت لكل بني البشر. ابن حزم رحمه الله تعالى ثم قال: ثم بحثت عن سر ذلك وعن أعظم ما يتحقق به دفع الهم والغم، فلم أجد أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبته والانطراح بين يديه. فعلمت بذلك أن هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الهموم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قالوا: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف المرض في مرض، من خوف الفقر في فقر، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أيها الإخوة الكرام، من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعيد عن القلق للمستقبل وعن الخوف منه وعن الندم على ما مضى، بدليل أن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي، ففي آية واحدة غطي الماضي والمستقبل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال بعض الحكماء: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أحد العلماء قال: ضاق بي أمر أوجب لي هما وغما لازما دائما،
وقد أخذت أبالغ وأفكر كيف أتخلص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص منه. ثم عرضت لي الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم. أيها الإخوة الكرام، لو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ هذه الأمة لقد بلغت ذروة صعودها في قرون الخيرية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك هذه الأمة هلاك استئصال، ولكن هلاك ضعف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أيها الإخوة، في أيام الأزمات الحالكات قد ينسى المسلم خصائص هذا الدين العظيم، هذا الإسلام أيها الإخوة الذي شرفنا الله به وأكرمنا به، هو الدين الخاتم، هو آخر صلة بين السماء والأرض، هو المهيمن على جميع الديانات والرسالات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأمة التي ننتمي إليها تملك منهجا وحيدا صحيحا لم تمتد إليه يد البشر بالتزوير أو التحريف، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين، وهذا الدين هو الوحيد القادر على إصلاح ما فسد في حياة البشرية جمعاء. هذه الأمة التي ننتمي إليها تمتلك المنهج الوحيد الذي له رصيد من التجربة، لقد طبق هذا المنهج وبلغت به هذه الأمة أوج العلياء والتفوق. هذه الأمة من خصائص منهجها أنها قادرة على استيعاب غير المسلمين داخلها وفق معايير منطقية ومقبولة وقابلة للتطبيق، ليس على أساس التناقض والتضاد والكيل بمكيالين، فالتقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. التقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمة لا ترى الدنيا هي كل شيء شيء كغيرها من الأمم، الدنيا مزرعة الآخرة. هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. ما هي مصادر قوة هذه الأمة؟ هذه الإيجابيات غفل عنها المسلمون. مصادر قوة هذه الأمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أكبر وأعز من أن يتخلى عن عباده المؤمنين. لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت، بيده مقاليد الأمور، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو الذي يغير ولا يتغير، يحيي ويميت، هو المعز وهو المذل. إن تنصروا الله ينصركم، يجب أن يكون الأمل معقودا على الله وحده. ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والسنة ما إن نتمسك بهما
فلن نضل بعدهما أبدا. من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن، يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها، وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم، وأحاطهم بأخلاقيات ومحاسن لم تر البشرية نظيرا لها. أيها الإخوة، قرأت قصة عن سفينة غرقت ونجا بعض ركابها بقارب نجاة، وكانوا يزيدون عن 50 إنسانا. من أجل التقاتل على الماء المحدود في هذا القارب قتل بعضهم بعضا، ولم يصل منهم إلا 2 إلى الشاطئ. أما في تاريخ هذه الأمة 4 جرحى على وشك الموت، فجاء من يسقي أحدهم فأشار إلى أخيه لعله أحوج مني إلى الماء، فانتقل إلى الثاني فأشار إلى أخيه، فانتقل إلى الثالث فأشار إلى أخيه، ثم مات الثالث، عاد إلى الثاني فرآه قد مات، وعاد إلى الأول فرآه قد مات. هذا المجتمع الإسلامي فيه خصائص كبيرة جدا، من ضعف المسلمين اليوم ومن تكالب أعداء المسلمين عليهم، كأنهم غفلوا عن خصائص دينهم. أيها الإخوة الكرام، من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة، ربها واحد، إلهها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، مبادئها واحدة، قيمها واحدة. أيها الإخوة، من عوامل قوة هذه الأمة أنهم يقتربون من ثلث سكان الأرض ويحتلون أهم المواقع الجغرافية، وبيدهم ثروات طائلة. هذه كلها إيجابيات هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، ولا يسعني في الحديث عن قيمة هذه الأمة وعن قيمة دينها ومبادئها أن هذا العالم الذي هداه الله إلى الإسلام في أمريكا وقد زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية فقال: أنا لا أصدق أنه في المدى المنظور يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن إيمانا قطعيا أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين إذا أحسنوا فهم دينهم وأحسنوا تطبيقه وأحسنوا عرضه، لأن في هذا الإسلام العظيم خلاص البشرية. إن البشرية الآن تتخبط، لا المادة أسعدتها ولا الجماعية أسعدتها ولا الفردية أسعدتها ولا الشرق أسعدها ولا الغرب أسعدها ولا الخرافة أسعدتها ولا الملذات أسعدتها. إن كل المبادئ الوضعية هي في الوحل الآن، ولم يبق في ميدان المبادئ والقيم إلا الإسلام، مع أن الإسلام يحارب في كل بقاع الأرض. أيها الإخوة الكرام، هناك مرض خطير ذكره الله في القرآن الكريم اتصف به بعض أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني حالة مرضية أن الإنسان يتحمس إلى شيء لا يستطيعه، لكنه يغفل عن حجم صدقه وعن حجم إصراره وعن حجم قدرته. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تمنيات المسلمين كثيرة جدا، ولكنك إذا وضعتها على المحك
تراجع المسلمون عن هذه التمنيات، في مجالسهم يتكلمون، يتصايحون، ينظرون، يقيمون، يتراشقون التهم، أما السلوك العملي هو المحك. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فالحديث لا قيمة له، والنقد لا قيمة له، والتنظير لا قيمة له، وأن تنصب نفسك وصيا على المسلمين لا قيمة له. حجمك عند الله بحجم عملك، لا بحجم تمنياتك، لا بحجم طموحاتك، لا بحجم مركزك. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أيها الإخوة، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ أين الاستسلام لله؟ أين الرضا بما خصك الله به؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ أرأيتم إلى هذه المقاييس التي تحكم هؤلاء؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. أيها الإخوة، هؤلاء القلة الذين ساروا مع طالوت أمامهم امتحان آخر. هذا الامتحان: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. التمنيات مع الله لا تجدي، لا يجدي مع الله إلا أن تكون صادقا. لذلك عطاء الله عز وجل ربط بالسعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج بشري. في حالات الرخاء نتمنى أن نفعل وأن نفعل، فإذا وضعنا على المحك تراجعنا. هذا التراجع دليل ضعف النفس، فهذا الذي يتبجح ويعلو صياحه قد يكون أشد الناس خوفا حينما تأتي الأزمة الحقيقية. أيها الإخوة الكرام، مثل آخر من حياة المسلمين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. هذا مرض متفشي في المجتمع، الصياح والضجيج والحماس، ثم عند المحك الحقيقي التراجع والخمول. فينبغي أن نعلم أنفسنا، ينبغي أن نحيط علما بقدراتنا، ينبغي ألا نتطاول على أحد، ينبغي أن نعرف حجمنا وأن نقف عنده. فرحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. أيها الإخوة الكرام، كأنه يستنبط من أن أشد الناس حماسة واندفاعا قد يكونون هم أشد الناس جزعا وانهيارا وهزيمة عندما يجد الجن. يقول بعض الأدباء: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، فكان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتا، فإذا تكلم بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو ليس عاديا. يكاد المسلمون يشكلون ظاهرة صوتية ليس غير، حماس واندفاع
وصوت مرتفع وتهديد ووعيد وإدانة واستنكار، وفي النهاية لا يفعلون شيئاً. هذا مرض اجتماعي أصيب به بنو إسرائيل، وقد ذكرت قصتهم، وأصيب به بعض المسلمين. فحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أقلل من الكلام وأكثر من العمل. اسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت للمسلمين، لا ماذا قلت، لا ماذا تبجحت، ماذا قدمت للمسلمين من عمل. لأن الله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول أيضا: ولكل درجات مما عملوا. وأروع ما في القرآن أن القيم التي ذكرت في القرآن وعدت أساس الترجيح بين المسلمين هي قيم العلم وقيم العمل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن العلم طريق للعمل الصالح، ثم يقول: ولكل درجات مما عملوا. فما لم نعتمد في حياتنا العلم والعمل لا يمكن أن نتفوق. وما لم يقيم الإنسان فقط بعلمه وعمله، لا بحسبه ولا بنسبه ولا بإنجازاته الموهومة، فلن يتقدم هذا المجتمع. أيها الإخوة الكرام، توجيه قرآني دقيق. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني أنت حينما تفعل شيئا ويسبب هذا الشيء متاعب لا حصر لها للمسلمين، أنت في النهاية ما فعلت شيئا، بل كنت سببا في إلحاق الأذى الشديد بالمسلمين. فهذا العمل غير المدروس وغير المؤصل بالأدلة الشرعية ربما سبب متاعب لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حقيقة دقيقة أرجو الله أن يمكنني أن أوضحها لكم. ما من شيء نهى الله عنه أو نهى رسوله عنه إذا خولف له مضار لا تعد ولا تحصى في الحياة النفسية والاجتماعية. هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحدود التي ينبغي ألا نتعداها، وعن هذه الحدود التي ينبغي ألا نصل إليها، أن يكون بيننا وبينها هامش أمان، هذه لو خولفت لرأيت مفاسد لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل يقول: يصف النساء المؤمنات الطاهرات: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. الزينة التي شرحها العلماء التي يمكن أن تبدى لهؤلاء عبروا عنها بثياب الخدمة، يعني الرأس واليدان إلى المرفقين وما تحت الركبة، هذه سماها العلماء ثياب الخدمة. فالمرأة أمام أبيها وأخيها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها ينبغي ألا تظهر أمامهم
بما يزيد عن ثياب الخدمة، فإن تكشفت وإن أبرزت بعض مفاتنها ولو لمحارمها نتج عن هذا أضرار وأضرار. لو أنكم مطلعون على ما يجري من مشكلات يعاني منها المسلمون بسبب عدم تطبيق هذه الآية لهالكم الأمر، ولكن كل واحد يعنيه من المجتمع ما هو متصل به، أما كصورة شمولية لما يجري في المجتمع هذه حدود الله. وحينما يفهم المؤمن أن هذه الحدود هي حدود لسلامته وليست حدودا، هي ضمان لسلامته وليست حدا من حريته، يكون فقيها. وإذا أحب الله عبدا فقهه في الدين. من علامات الفقه في الدين أن ترى أن حدود الله ليست حدودا لحريتك ولكنها ضمان لسعادتك. فكل انحراف في البيوت أو بين الأقارب أو بين النساء أنفسهن، لأن عورة المرأة على المرأة كعورتها على محارمها بالضبط، فما لم تراع هذه الحدود في عورة المرأة على محارمها وعلى بنات جنسها فإن مفاسد لا تعد ولا تحصى قد تتفجر من هذا التقصير. والأمثلة أيها الإخوة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. والحمد لله رب العالمين.